أذهب الآن إلى نشأة الحلبي رئيس تحرير نبأ الأردن، الموقع الإخباري الأردني المعروف. أستاذ نشأت، عذرنا تأخرنا عليك قليلا، فقط أريد منك لو تفضلت أن تقول لنا ما هي نتيجة زيارة وزير الخارجية الإيراني اليوم إلى الأردن؟ هل ثمة جديد يمكن الاعتماد عليه؟ مساء الخير دكتور سامي، لك ولضيوفك الأكارم. يعني وزير الخارجية الإيراني أتى إلى عمان وهو يعلم حقيقة العناوين الرئيسية للموقف الأردني منذ اندلاع العدوان على أهلنا في قطاع غزة، ثم العدوان على أهلنا في لبنان. فالموقف، هناك ثوابت في الموقف الأردني. أولها أن الحل الوحيد لما يجري هو الآن وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان على الأهل وغزة وفي لبنان، ومن ثم ليكون هذا تأسيساً للذهاب إلى استكمال المفاوضات، إن بقي هناك طبعاً شيء من عملية السلام. لكن الأردن يجد بأن لا شك بأن كل ما يجري لابد أن يذهب في الأخير إلى طاولة المفاوضات والذهاب إلى ما كنا نتحدث فيه من قبل في حق الفلسطينيين بدولتهم الناجزة على حدود 4 من حزيران 1967. هذا موقف أردني ثابت. الآن في الناحية الأخرى، كان لابد لعمان بأن تؤكد على رسائلها السابقة بأنها، وهذا ما تحدث به الملك ووزير الخارجية إلى الضيف الإيراني، بأن عمان ما زالت عند موقفها بأنها لن تسمح بأن يكون الأردن ساحة للصراعات الإقليمية، ولطالما حذر الأردن من أن يعني بقاء الحال على ما هو عليه وتصاعد العدوان في غزة والآن على الأشقاء في لبنان، لا بد أو ولا شك أنه سيؤدي بالنهاية إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية قد تكون مدمرة للجميع. هذه رسائل يعني أو أساسيات كانت في زيارة أستاذ نشأت، وزير هذا الخارجية الكلام، الإيراني لعمان. نعم 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 تفضل. هذا ما تتفضل به مهم جدا، ما تتفضل به مهم جدا. طبعا الملك قال إنه يريد وقف الحرب، إيصال المساعدات إلى غزة، وقف الحرب في لبنان، تطبيق القرارات الدولية، ولكن ما قلته في النهاية هو أعتقد المهم، جوهر الزيارة، إنه الإيراني جاء يطلب من الأردن ألا يسمح للصواريخ والطائرات الإسرائيلية بالعبور في أجوائه. كان رد الأردن نحن لن نسمح لا للإسرائيلي ولا الإيراني، ولو بكلام مدمغ، إنه لن نقبل أن تكون الأردن أو أن يكون الأردن ساحة لحروب الآخرين، أليس كذلك؟ 100%، وهذه النقطة الأهم أخي سامي. في وكما قلت أنت، يعني الأردن لن يسمح بالاتجاهين، باختراق أجوائه، وهذا أمر سيادي لأي دولة، وهذا أمر سيادي للأردن. في يعني الضربة الصاروخية الأولى كانت هذه رسالة عمان، وفي الضربة الصاروخية الثانية كانت هذه رسالة عمان. بعيدا عن الموقف الشعبي، يعني لن أذهب إلى الموقف الشعبي الذي يتساءل ما هي الفائدة من هذه الصواريخ وماذا أحدثته في فلسطين المحتلة وإلى آخره، لن أدخل بهذا الجانب. فهذه رسائل عسكرية سياسية، لها ما لها وعليها ما عليها بين الطرفين. لكن الأردن لطالما أكد وشدد بأنه لن يسمح بأن يكون ساحة للصراع الإقليمي. والأردن منذ البداية أخي سامي، اسمح لي أن أؤكد بأن الأردن كان داعما ومساندا للأهل في الغزة وفي غزة، ودعما لصمودهم عبر يعني قصة الإنزالات الجوية للمساعدات. وأنا ذهبت مع الجيش العربي الأردني في رحلة إلى غزة، في رحلة إنزالات للمساعدات إلى الأهل هناك. فكان الأردن يحاول دائما أن يجد الطرق والوسائل التي يمكن أن يكون من خلالها في ظهر وفي إسناد للأهل في غزة. والأردن حتى لا يؤخذ على كلامنا أي شيء، يعني دولة تعرف حدودها، تعرف يعني إمكانياتها، وبناء على هذا الأساس تتصرف. أما إذا أردت أن تتحدث عن الشارع الأردني، فالكل يعلم بأن الأردن منذ 7 من أكتوبر أو بعد بقليل، خاصة عندما شكرا. تصاعدت الاعتداءات على الأهل في غزة، كيف كان موقف الشعب الأردني؟